الناس في غيبوبة. يا تلحق تفوقها يا الأجل يسبقك، يا تلحق يا ما تلحقش فذكر، إنما أنت مذكر. إنما أنت مذكر، أنت وظيفتك يا مسلم إنك بتتكلم عن ربنا في بيتك، في شغلك، لصاحبك، للي أنت راكب معاه التاكسي. أنت وظيفتك إنك بتتكلم عن ربنا في كل مكان. الشاب اللي واقف على ناصية الشارع قاعد بقاله سنتين تلاتة واقف هو وأصحابه، أي عكسه دي ويا عكسه دي. يا ابني أنت بقالك كذا سنة واقف الوقفة دي، حاجة من مشاكل حياتك اتحلت؟ لا. أمال واقفة ليه؟ عمرك عندك عمر بزيادة وقاعد تضيع فيه. يا ابني هتندم على كل ساعة من عمرك يوم القيامة. اعمل حاجة مفيدة، اطلع زاك يا عم، اعمل حاجة مفيدة. مش لازم يا عم تروح تقعد تصلي في الجامع، صلي الفريضة وبعد اعمل حاجة. روح ساعد ابوك يا عم، روح يا عم قول لوالدتك اللي طالع عينيها في تربيتك دي عن ايدك شوية، اساعدك في حاجة، اعمل حاجة مفيدة. روح زور واحد، روح حفظ قرآن في تحفيظ من تحفيظ القرآن، روح احضر درس ايماني، بدل ما احنا قاعدين نضيع عمرنا كأن العمر ده بعزقة، كأن العمر ده حاجة كده مثل كأنها مش فرصة واحدة وتنتهي. فذكر، إنما أنت مذكر.